أحضر هذا في رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان للمشاركة في ندوة تحتفي بالذكرى 20 لتأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة، وهذه مناسبة لتخليد هذه الذكرى ولاستخلاص العبر المستفادة من هذه التجربة الفريدة في تجارب العدالة الانتقالية بالعالم، والتي لها مميزاتها وخصوصيتها، وهذه فرصة لتقييم هذه التجربة ولفتح آفاق جديدة على مستوى العدالة الانتقالية بالمغرب. هذه الندوة ستتطرق لعلاقة العدالة الانتقالية بالبحث العلمي في الجامعة، ومدى حضور الجامعة في تناول مواضيع العدالة الانتقالية وحفظ ذاكرة سنوات الرصاص بالمغرب. هذه الندوة تأتي بدعوة كريمة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتتعلق بموضوع العدالة الانتقالية المغربية التي جسدتها أعمال هيئة الإنصاف والمصالحة باعتبارها موضوعا للبحث العلمي، خاصة فيما يتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية، بمعنى كيف تناول البحث العلمي، كيف تناولت العلوم الاجتماعية والإنسانية، ومن بينها التاريخ، علوم السياسة والعلوم القانونية إلى غير ذلك، كيف تناولت هذه التجربة، ما هو تقييمها لهذه التجربة، ما هي نقاط قوة هذه التجربة، وما هي نقاط ومواطن الضعف في هذه التجربة، بمعنى كيف، ما هو التقييم المرحلة الذي قامت به العلوم الإنسانية والاجتماعية لهذه التجربة بعد مرور حوالي 20 سنة على انطلاقها سنة 2004.